أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، نواصل الحديث عن الحجاب المتبرج في آخر خطبة من هذه السلسلة التي توخينا من ورائها متابعة شروط الحجاب وكيف أدخل عليه من يريد للأمة أن تهوى في سوق الرذائل شرطا شرطا، فإذا بهم يدخلون النقص على كل الشروط، وإذا بالحجاب الذي تلبسه المرأة المسلمة هو ليس الحجاب الذي يريده الله، إنما أدخلوا عليه نقصا كثيرا. وقد تتبعنا الشروط السبعة التي مرت، واليوم نتحدث عن الشرط الثامن والأخير، وكيف أيضا أدخل على الحجاب لإفساده وإفراغه من معناه. يقول عليه الصلاة والسلام: في حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال الحبيب رسول الله طيب المجلس بالصلاة عليه: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وقد فهمتم الشرط ما هو، أي أن لا يكون الحجاب لباس شهرة تشار إليه بالبنان متى مرت وأين مرت، كهذا الحجاب الذي تبدو به بعض المذيعات عبر القنوات الفضائية، ترى فيها الكثير الكثير من العجائب، ويكتب تحت الشاشة: لباس الحجاب صممته شركة كذا. الله، وأنتم ترون كيف هو هذا الحجاب، أكمام واسعة، وسبحان الله يحار الإنسان وهو ينظر إلى هذا الحجاب، هل هذا حجاب؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاليوم مع الشهرة، لباس الشهرة، أولا النقطة التي أثيرها على أسماعكم: هل الشهرة مطلوبة من قبل المؤمن؟ هل المؤمن والمؤمنة يريدون أن يشتهروا في الدنيا بين الناس حتى يكونوا كالشمس في رابعة النهار، أو يكونون كالنار على العلم؟ هل مطلوب منك أن تطلب الشهرة؟ يا الله، اسمعوا إلى إبراهيم الذي كان أمة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعلني مشتهرا بين الناس حتى أصير لسان صدق في الأزمنة كلها وفي البشرية كلها. فمن منا لا يعرف إبراهيم؟ ومن منا لا يعرف محمد؟ ومن منا لا يعرف إلياس وأبا بكر وعمر وابن تيمية وسيد قطب وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي؟ من منا لا يعرفهم؟ لكن السؤال: هل طلبوا هم الشهرة في الدنيا؟ هل طلبوها؟ هل طلبوها؟ لو طلبوها لكانت غايتهم الشهرة، ولا أحبط الله أعمالهم، ولما ذكروا في التاريخ. فإنما يجعل الله القدوة للخلق بقدر ما يثبت هذا القدوة صلته بالله وإخلاصه لله رب العالمين. فبقدر إخلاصك، بقدر صلتك بالحي الذي لا يموت، فإذا اتصلت بالحي الذي لا يموت رزقك الحياة، لأنك اتصلت بالحي وعملت للحي، فالحي هو الذي يبقيك حيا في قلوب الناس. أما إذا طلبته أنت ويكون همك فقط لكي تشتهر بين الناس، فأنت أول من يندثر اسمه بعد أيام قليلة. سئل الإمام مالك رضي الله عنه، قال له أحد تلاميذته: يا إمام، لقد كثرت علينا الموطئات، فأي موطئ نتبناه؟
كثرت علينا الموطئات، أي موطئ نعتمده؟ قال: لا تحزن، فلن يبقي الله إلا من عمل صاحبه لله. فرواة الموطأ كثيرون، ولن يبقي الله موطأ عالم يروي الموطأ عني إلا عالم أراد برواية الموطأ وجه الله. فاندثرت الموطآت وبقيت موطآت من عمل لله. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. روى الإمام ابن ماجه بسند حسن وغيره عن سيدنا أبي العباس سعد بن سهل الساعدي قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يا الله، أحبني الله وأحبني الناس، أحبني الله وإذا أحبني الناس صرت مشهورا عنده. فلن يصير الإنسان مشهورا إلا بأحدى مسألتين: إما أن يكون محبوبا عند الخلق فيتخذ قدوة، وإما أن يكون عدوا للخلق فيكون معروفا بالشر. فالأئمة اثنان: أئمة يدعون إلى الخير، وأئمة يدعون إلى النار. شهرة فرعون هي من باب شهرة المفسدين المجرمين، وشهرة ذي القرنين وهو ليس نبي أو لقمان، فهي شهرة من اشتهر بالصلاح. الله، يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. اسمعوا إلى الوصية الجامعة لرسول الله، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. الله. وخلاصة هذه الكلمة ونحن نجيب على المسألة الأولى: أنت لا تريد الشهرة، لأن المؤمن يريد الله ويريد الدار الآخرة. فإذا أراد الله وعمل لله وأخلص العمل لله أحبه الله في الملأ الأعلى، فنادى: يا جبريل، أنا أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل في الملأ الأعلى، فينادي جبريل في الملك: أيها الملائكة، إن ربكم يحب فلان ابن فلان وأمرني أن أحبه فأحببته. فأحبه، فتحبه ملائكة السماوات كلها، فيوضع له القبول في الأرض. صفة لا لا لا. فقرأ قوله تعالى من سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيقذف مودته في قلوب المؤمنين، لأن الله أحبه في الملأ الأعلى. فلما أحب الناس رسول الله وأصحابه أحبهم الخلق حتى ولو لم يروا. وإذا أبغض الله فلانا نادى الله في عليائه: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا معاشر ملائك الرحمن، إن ربكم يبغض فلان ابن فلان وأمرني أن أبغضه فأبغضته، فأبغضوه. فتبغضه ملائكة السماوات السبع، فتوضع له البغضاء في الأرض. والله حتى ولو أطعم الناس كبد الحوت ما أخرج الله بغضه من قلوب العباد. ووالله من أحبه الله وحبب خلقه فيه لن يخرج محبته حتى لو بذلوا الملايين إعلاميا لتشويه صورته.
لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن. نزل جبريل، السلام يقرئك السلام يا محمد، يا محمد أقرئ السلام مني أبا ذر. يا أبا ذر، هذا جبريل يسلم عليك. فبكى أبو ذر، يا رسول الله وهل يعرفني جبريل حتى يسلم علي؟ قال هل تعرفه يقول لك؟ قال قل له وكيف لا أعرف أبا ذر وملائكة السماوات كلها تعرف. قال بما ذلك؟ قال لكثرة قراءتك سورة الإخلاص، إخلاص قلبك لله. الله يا أبي، الله أمرني أن أعرض عليك القرآن. الله أمر خيرة خلقه أنت أن تعرض علي؟ قال نعم، سورة البينة، لم يكن الذين كفروا. الله أنزل عليك القرآن وأمرك أنت خيرة خلق الله أن تعرض علي، أنا العبد الضعيف أبي، القرآن؟ قال نعم. قال يا رسول الله أذكرني الله لك باسمي؟ قال ذكرك باسمك واسم أبيك. فبكى، فبكى، ذكره الله باسمه واسم أبيه. فأيما عبد يكثر ذكر الله إلا ذكره الله، فاذكروني أذكركم. وذكر الله لك لن ينسي الخلق فيك أبدا أبدا أبدا، يرسخ اسمك في العالمين ويتعدى أبعاد الزمان والمكان. قدوتك للناس تتعدى أبعاد الزمان والمكان، لأن الذي خلق الزمان والمكان هو الله، فكتب اسمك أبد الآبدين على الزمان والمكان. أنت حينما تسمع للإمام يخطب في مكة في أمريكا يقول قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، في كل العالم يذكر ابن تيمية، يذكر ابن القيم، يذكر الإمام مالك. من الذي رسخ اسمهم في العالمين؟ ولماذا؟ أرادوا الله، أخلصوا قلبهم لله. هكذا هي قضية الشهرة، لا يريدها، لكن الله تعالى هو الذي يختار لدينه قدوة للناس. متى صدقوا وأخلصوا وعملوا لله، رزقنا الله الصدق والإخلاص يا رب العالمين. لا إله، لو لم أخف أن يطيل الله أو أن يطول المقام بين أيديكم في هذه الجمعة لتحدثت عن بعض خصال هؤلاء في الدنيا، لكن اتركوها فننتقل إلى النقطة الثانية، وهي الباحثون عن الشهرة. هؤلاء لم يبحثوا عنها، إنما صدقوا مع الله فأطال الله ذكرهم في الآخرين والغابرين وجعلهم قدوة للخير، لأنهم أرادوا الله الحي فأحيا كلامهم وأحيا سنتهم وأحيا سيرتهم بين الناس وأشاع خبرهم. أما بعضهم فهم يريدون ويبحثون عن الشهرة، ويبحثون عن الشهرة بالطاعات بالدين. أيوجد في العالمين من يريد أن يشتهر في الدنيا بالدين؟ هل يوجد هذا؟ يا الله، بعضهم أراد أن يشتهر وبالدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الذي يدعو إلى الله ويعلم الناس ويتعبد ربه بالليل، ويريد من وراء ذلك أن يظهر للناس الصلاح والإخبات، قصده هو هذا. وهؤلاء ورد فيهم حديث يزلزل الكيان من الداخل، فقد أخبرنا الحبيب في الحديث الصحيح صلوا عليه أن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة حسنات، فيجعلها الله هباء منثورا. لما يا رسول الله؟ قال ما إنهم يصلون كما تصلون،
ويصومون كما تصومون ويتصدقون كما يتصدقون. لا لا، بل إنهم يأخذون مما تأخذون من الليل، أي يقومون الليل. ولما؟ يا الله. قال ومع ذلك إذا خلوا بربهم بارزوه بالمعاصي. يصلون، يصومون، يتصدقون، يقومون الليل، فيأخذون حسنات كالجبال، لكنهم إذا خلوا بربهم، قلة الإخلاص، بارزوا الله بالمعاصي. يقول الله لهم: أبي تستهزئون أم علي تجترئون؟ أبي تستهزئون أم علي تجترئون؟ تظهرون للناس الصلاح، علانية تبدونها للناس، وسريرة سوداء تخفونها. تلبسون لباس الملائكة وقلوبكم قلوب الجبارين. قال الحبيب صلوا عليه: أشد الناس عذابا يوم القيامة من يلبس لباس الملائكة وقلبه قلب الجبارين. لا إله إلا الله. يعطيك من اللسان حلاوة، لكنهم يلبسون لباس الظأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب. أولئك أشد الناس عذابا يوم القيامة. يا الله. ولذلك ورد الحديث عن من أراد أن يشتهر بالفعل الصالح، فورد الحديث المشهور الذي تعرفونه عن ماتع بن شفي الأصبحي، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر منهم نار جهنم يوم القيامة السخي الغني والمجاهد الشهيد والعالم الداعية، فيؤتى بالمقاتل في سبيل الله الذي قتل بين الصفين، فيعرفه الله بنعمة الجرأة والشجاعة والإقدام وعلم فنون المعركة فيعرفها، فيقول: ماذا فعلت بها؟ قال: ربي قاتلت فيك مقبلا غير مدبر حتى لقيتك شهيدا. قال: كذبت، عليك لعنتي، إنما كنت تريد ذلك ليقال. الشهرة ليقال، ليقال فلان جريء وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. جهاد ذروة سنام الإسلام. ويؤتى بالعالم الداعية فيعرف بنعمة العلم التي أسبغها عليه، والقرآن الذي حفظه ووعاه صدره، فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ قال: ربي دعوت الله تعالى إلى دينك، وقرأت القرآن، أقرأت الناس القرآن فيك. قال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، ودعوت وعلمت ليقال عالم، عليك لعنتي، وقد قيل، ويسحب على وجهه إلى نار جهنم. فمن أراد الشهرة عن طريق العلم فالنار، النار، النار. من علم العلم ليصرف وجوه الناس أو ليماري السفهاء أو ليجادل العلماء فالنار، النار، النار، منهم تخرج كل فتنة. وأما الثالث الغني الذي أنفق في مجالات الخير الرحبة، فيعرفه بنعمة المال فيعرفها، يقول: ماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت لك فيه. قال: كذبت، عليك لعنتي، إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. فختم أبو هريرة بقوله: قال رسول الله: أولئك النفر أول من تسعر بهم نار جهنم. الحطبة الأولى، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ثانيا، هنالك من يريد طلب الشهرة ليس بالدين ولكن بالمعصية، عياذا بالله، الرقص والفن وغيرها، فتسلط عليهم الأضواء
والإعلام يتتبع حركاتهم ومهرجاناتهم، ويتتبع كل ما يقومون به من تصفيف الشعر إلى ترجيل اللحية إن كانت لحية، إلى اللباس، إلى الكسوة، إلى المشية، إلى قطته، إلى قطتها، إلى كلبه، إلى كلبها. يتتبعون كل شيء في حياة ما سموه النجوم كذبا، وما هم بنجوم، هم ظلمات بعضها فوق بعض، هم دعاة على أبواب جهنم، منها من سميت كوكب الشرق، ومنها كوكب الغرب، ومنها قمر، ومنها شمس الشموس، ومنها بدر البدور، ومنها الفزورة، ومن كلام كلام شهرة. وحينما يأتون بهذه الفنانة الراقصة إلى الاستديو ليقيموا معها سبحان الله يعني حديثاً، يقول لها إن شاء الله تعالى: ما هي غايتك في الحياة؟ تفننة كبيرة، كيف تهزين بطنك؟ كيف تستطيعين أن تهزي هذا البطن بهذا السرعة؟ سبحان الله، توحد ما يهز بحال. يقول: أنا عندي رسالة. ما أنا عندي رسالة بغيت نبلها. والله لا عندها رسالة. أنا عندي رسالة، قالت له. ما أنا خصني الرسالة نبلغها للناس، أنا قدوة. ومنين يجي يبغوا يديروا حتى اعمال الخير؟ ما يجيبوش عالم ليحث الناس على فعل الخير، شكون يجيبوا؟ يجيبوا رقاصه، ويجيبوا شي فنان، وشي يجيبوا شي منحط، شي سافل، ويجيبوا هو يدير، لان قال لك هذا مشهور. يا الله. فيتتبع الاعلام كل حركاته، كل تحركاته، حتى سكناته. برامج تريد اخراج مخبوءات صدورهم، يسقسيهم حتى واسمه راه في راسك، واسمه في قلبك، واسمه شنو يدير وكيف يدير. واما اذا مات نكست الاعلام وبكى الانام وانتحر ضعاف النفوس، منهم من القى نفسه من الطابق الرابع فداء للمحبوب، ومنهم من أخذ شريطه وتبعه إلى القبر ليستمع إلى أغنية من أغنياته: نار حبك نار، إن شاء الله قبره نار حبك نار، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. وأختم بسرعة لكي أقول إن هذه الصورة التي يريد الإعلام إشاعتها بين الناس، صورة هذا النجم، هذا القمر، صورة هذا الفرح، هذا المسرور، هذا المنشرح، هذا الذي يبدو دائماً أمام الكاميرات والأضواء ضاحكاً مبتسماً. اقرأوا سيرهم لتعرفوا حقيقتهم، فقد كتبوا المنصفون منهم أنكم لا ينبغي أن تغتروا بابتساماتنا أمام الكاميرات، إننا نعيش التمزق النفسي، نعيش العذابات. ومارلين مونرو عشيقة كينيدي، أكبر نجمة هوليود، حينما أرادت أن تنصح أبناء جنسها وبنات جنسها، كتبت رسالة قبل أن تنتحر فقالت: يا بنات حواء، لا يغرنكم ابتساماتي أمام الكاميرات، فوالله إن المتاجرين في جسدي لن يعطونني دولاراً حتى أكشف أكثر، فكلما كشفت أكثر واستغلوا جسدي أكثر كلما أعطوا أكثر، فابتساماتي هي دليل شقائي وحزني، أنا بين الذئاب يأكلون اللحم ويرمون العظم. يا بنات حواء، إن عجزت أنا أن أبني أسرة فأكون أماً وأنجب أولاداً ويكون لي زوج وأحظى بشرف الأمومة والزوجية والبنوة، فلا ينبغي أن تفوتكم هذه الفرصة، لا تقتدوا بي. وها أنا أعبر بصدق عن الألم الذي أتجرعه، فوضعت حداً لنفسها وقتلت نفسها. شهرة شهرة شهرة، اسألهم، اقرأ عنهم، تمزق نفسي، حيرة. والله إن الحياة الطيبة والسكينة لن يمدها الله إلا لأحبابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثاً،
من جملة ما تطلب به الشهرة هو اللباس الوارد في الحديث. فكثير من الناس من الفارغين، فراغ في الفكر، فراغ في القلب من الإيمان، فراغ للجوارح من العمل الصالح، كساد كسل، الذين لا يستطيعون تقديم أي شيء، العاجزون الفارغون، هؤلاء يبحثون عن شيء يعوضهم ليظهروا بهم ذواتهم. وكل ضعيف فقير، فقير في المسائل المعنوية، كل إنسان لا يفعل في الكون، لا يؤثر، يبحث عن شيء ليظهر به، يظهر. ما شايفينوش الناس، انت باش يشوفوك. إن قيمتك في الدنيا، احفظها، إن قيمتك في الدنيا بما تحسنه، فإن كنت تحسن العلم علمت الناس فكانت قيمتك بقيمة العلم الذي تحمله، إن كنت تحمل القرآن فقيمتك بالقرآن الذي تحمله. وقد قال رسول الله: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. يرفعك الله بالقرآن، يرفعك بالعلم، يرفعك بالأدب، يرفعك بالأخلاق، يرفعك بالعمل الصالح. ومن كان فارغا من هذه، حال الأبناء انت الزمن اللي عايشين فيه، ملأ قلبه بحب الكرة، حب الله، حب الشاط في الانترنت، لا يعيش للأمور المهمة، يعيش لسفاسف الأمور، هذا اش غادي يدير؟ سيقوم بفعل العجب في جسده. أنا شتم يدير الخريطة في شعره باش يبان، خالف تعرف شهرة، كاين اللي يكتب هنايا يدير هكذا بحال الفا الشعر ديالو، كاين اللي يجيبو يطلعوها كي الصاروخ. الناس متقدمة باش تطلق تخترق الفضاء، وحنا الراس نتاعو تقول انت الى صاروخ والو. يدير الوذنين هنا واش مدير اقراط، يدير في اللسان، يدير هنا، ويدير شي سماعات هنا، يركب على واحد يقولها الطيما، كي يقولها طيماكس، ويبقى يدير فوق. اضحك الله سنكم حتى يموت. منين تجيكوا صداعات في معن طيماكس، واحد يجيب هذا لوطو ديكابوطابل ويدير موسيقى صاخبه، ويمر على الناس ويمر على الفتيات لتعجب به الفتيات. فارغ فارغ فارغ، بوش زرق ولو بيدو في بيدو، بيدو في بيدو، بيدو في، لا قلب ولا فكر. والمرء بأصغريه، بلسانه وقلبه، لسانه هو اسمه فيه في الدق الدق الدق. شفتوا الاغاني تاعهم كي دايرين؟ كنت تسمع لهم الاغاني تاعهم كي دايرين؟ شفتوا كاين شي جمله مفيده؟ والله الا الاغنيه من الاول غير التاني ما فيهاش جمله مفيده. هذا هو الكلام، هذا هو. يا الله، فهؤلاء الفارغون، وكل الفارغين يبحثون عن شيء يلفت به انتباه الآخرين. وهذه مسألة نفسية قالها علماء النفس وعلماء الاجتماع، أن الإنسان إذا لم يكن يحسن شيئا ينفع به الناس فهو يحاول أن يبحث عن شيء يلفت الانتباه، ولو كان عبث في جسده، ولو كانت كسوة. وأنتم تعرفون أن المثال يقول: لباسك يرفعك قبل جلوسك، ولسانك يرفعك بعد جلوسك. وقال الحبيب صلوا عليه يشير إلى المظهر قائلا: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، ثيابه رثة، شعره أشعث أغبر، لكن يحمل قلبا معمورا بالإيمان. فربك لا ينظر إلى اللباس ولا إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى ما كسبت قلوبكم. والنبي صلى على الحبيب صلاة دائمة، يمر عليه رجل على فرس وله ثياب مزركشة، فيقول: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع.
فسكت النبي ومر رجل أشعث أغبر بعده، قال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله غفر الله لك، هذا الصعلوك الفقير إن تكلم حري أن لا يسمع له أحد، وإن خطب المرأة حري أن لا يزوجه أحد، وإن ذهب ليشفع عند أحد حري أن لا يشفع عند أحد. هكذا هي الرسوم حينما يصير ميزان الحكم على الأشياء بالظاهر. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا إن الذي ازدريتموه لهو خير من ملء الأرض من الأول. عند الله خير من ملء الأرض من الأول. وابن مسعود حينما صعد إلى شجرة الأراك فضحكوا من دقة ساقيه، رأوا إلى دقة ساقيه إلى صغره إلى قصره، قال: لعلكم تعجبون من دقة ساقيه، فوالله الذي لا إله غيره إن ساقيه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله 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 الله، لا إله إلا الله. فهؤلاء يريدون تغطية النقص عندهم باللباس. وهنالك من الثقافات التي تميز الناس وتخلق الطبقات بناء على التميز في اللباس، ورأينا كيف يستقبل من يلبس اللباس الجميل في الإدارات، وكيف يدفع الآخر، لأن الناس لا زالوا يتعاملون بناء على المظاهر لا على المخبر. يا الله، غلبس ودير الكرافات وروح للإدارة، ما كاش اللي يريضك، ورفد واحد الباريز ديبلوماتيك، روح دير اللي بغيت. هتمشي انت يا بواحد العبايه مقطعه، واخا تكون عندك العلم نتاع سيدنا داود عليه السلام، شكون تهفل لك؟ شكون يشوف فيك؟ ياك هو غير يجي يحشي يدو في الجيب مول الكوستيم كل شيء يولي يخدم، تقول انت راهم يستنى، يقرق الشي ورقه وما يعطيهمش. شفتها الحياة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ليس معناه أن يذم اللباس الجميل، ولكن شتان بين نظافة اللباس التي دعا إليها رسول الله ونظافة القلب. ينبغي أن تستوي نظافة اللباس مع نظافة القلب لتكتمل شخصية الإنسان المسلم، وبين بهرجة اللباس وسواد القلب عياذا بالله. وهذا المنهي عنه في كلام الله ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه. وحتى نتقدم أكثر أقول لكم: إن اللباس يستعمله حتى الفقراء للتغطية على فقرهم. فاسمعوا إلى حديث رسول الله، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. فقير يلبس لباسا حتى تذهب به نفسه بعيدا فيصاحب الغني والكبير ويأنف من مصاحبة الفقير، يعتقد أن لباسه رفعه عن منزلته. هذا لا ينظر الله إليه، خارجة ساكنة في البوادة ولبس الكولون وشي جيلية ما نعرفت كاع كي دايرة عندها، واش مديرة؟ ها؟ ودايرة البورتابل ورافدة الصويك، فين راكي غادي يا بنتي؟ وباك فين غادي؟ ما عندهمش عشا ليلة، عشا ليلة. شوفوا التأثير ديال الإعلام في خلق النجوم، يعيشون الوهم. المسلسلات تجعل بناتنا يعيشن الوهم، يرون البطل يعيش في فيلا 7000 متر وفيه مكان للسباحة فيه 3000 متر، وهي فين عايشة؟ مع البوادة. قال لي واحد، قلت له: مال يدك حلا؟ مشات عليها مرته، طاغي هو بوحل البيت. قلت له: مال يدك حلا علاش؟ قال لي: عندي الطوبة بزاف ونبغي نبلع عليها في الليل
تعرف باش بالله عليها قال لي بالكاوج، قال لي ولا تاكلني الطوب. شفتوا الواقع نتاعنا؟ يظل في الليل كل شيء، الناس تجاهد فلسطين في الليل مع الصهاينه، وهو الليل كامل ما ينعسش يجاهد غير الطوب. كلاهما لا ينامان، ولكن شتان بين من لا ينام دفاعا عن الارض والعرض والدين، وبين من ينام خشيه ان تاكل انفه الطب الجوعان. طب انت ما شبعتش، وراك تشوف الماكله تاع الطب ياك بكاي بزاف، ومع ذلك ما شبعتش، بغات تاكل بنادم. ايام ديال بنادم يرقاك وهي من دير البطاطا 300 ترقاك انت والطب في التالي تفوت عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال الحبيب صلوا عليه يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. يشير إلى من يلبس اللباس خيلاء، لباس الشهرة، ليشتهر بين الناس، ليتعزز عن الناس، ليرتفع بلباسه عن الناس، ليتكبر عن الناس، ليمشي مشية المختالين بين الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالله يخاطبك: العز إزاري والكبرياء ردائي، ومن ينازعني فيهما قذفته في النار ولا أبالي. وفي الحديث: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وفي الحديث الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يخشاهم الذل من كل مكان. رواه النسائي والترمذي. وروى الإمام مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب طيب المجلس بالصلاة عليه قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، ألا أتعاهده؟ قال الحبيب صلوا عليه: إنك لست ممن يفعله خيلا. وهنا أقف مع من يريد أن يدخل الأمة إلى النار فقط لأنها تلبس لباسا تحت الكعبين، وتقول: هذا ليس حديثا مقيدا. جاء عندي واحد على البسكليت يجري، قلت: حسبت علاش؟ قال لي: بغيت نسقسيك. فاجأني في المسجد، قلت: اتركني حتى نخرج. قال: لقد أمرني بعض إخواني أن ألبس فوق الكعب، لأن الحديث الصحيح يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. قال: فأخذها بعض العلماء أن هذا مطلق، وأن جميع من لبس تحت الكعب فهو في النار، لأن النبي لم يربطها بعلة. فلما قلت له حديث أبا بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، ألا قال الحبيب: إنك لست ممن يفعل خيلاء، فقيد هذا بالخيلاء والكبر. قال قلت لهم هذا الحديث، فردوا علي قالوا لي: إن أبا بكر زكاه النبي، وأنت من زكاك؟ فقلت له: قل لهم إن اختلاف العلماء في النظر إلى الأحاديث التي وردت حول الإزار وجره خيلاء، حينما تجمع الأحاديث خرج العلماء برأيين، وكل أمر خرج فيه العلماء بآراء لا ينبغي أن تحمل الناس على رأيك. فالمسألة الاجتهادية، هذا أصل، فالمسألة الاجتهادية بين العلماء المجتهدين لا ينبغي أن تحمل الناس عليها، لأنها مسألة اجتهادية. يا أخي أنا احترمتك، البس فوق الكعب معليش، لكن يا أخوي احترم الرأي الآخر. كل الأحاديث تشير إلى أن الذي يدخل النار هو الذي يتكبر بجر الثوب خيلاء. وفي الحديث: كل واشرب والبس، إذا أخطأتك خصلتان الإسراف والمخيلة. كل ما شئت، شرب ما شئت، البس ما شئت، ما أخطأتك خصلتين. الإسراف ما تكونش مسرف، لأن الله لا يحب المسرفين.
ولا يكن كبرا وخيلاء، فالله لا يحب كل متكبر جبار. يحترم اخويا يحترم، علاش درتوا انتم هذه وداروها مشكله فين ما مشاو يديروا بها الفتن؟ جاي مسكين يجري في الليل، مال قالوا لي خصك ديرها، قول لهم ماشي انتم ولا ربي تقولوا لي خصك، هذا رايي صافي. تجي خصك نولي نعبدكم انتم مال؟ والله ما نعبدكم انتم، والله نعبد سيدي ربي بما فهمته واقتنعت به. اتريد ان تصبح ربا في الارض تفرض عليهم ما لم يفرضهم عليه الله بدعوى انك انت تفهم؟ شكس. قالها العالم الفلاني وقالها السلفيين وقالها اصحاب، نعم، ولكن قالها العلماء الكبار في القديم واليوم وكلاهما رايان، فاحترم راينا كما نحترم الراي الاخر. لا اله الا الله محمد رسول الله. وروى البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. المرأة تلبس لباس الطاووس وتمشي مختالة بين النساء، لباس شهرة، فأيما امرأة اختالت وتعززت وارتفعت وكان حجابها لباس تشهره بين الناس وتتكبر به على الطبقات الفقيرة ولكي يرى مكانها، ألبسها الله لباس مذلة يوم القيامة. أيما مسلم ذكر أو أنثى لبس لباس شهرة ليتعزز، عزته ما كايناش في الدين، فأراد أن يبحث عنها في اللباس وتكبر باللباس، إلا وألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة، لأن الجزاء من صنف العمل، فالمؤمنة هي أبعد الناس عن الكبر باللباس. الحجاب دار ربي غير باش ما تكبر، باش تدير الحجاب باش تكبر. يا الله، أخيراً وليس آخراً، لباس الشهرة لا تلبسه إلا الفارغات، تريد الظهور به للاستعلاء، تختال به وتتمايل وتجاري نفسها فتذهب بها إلى الكبر عياذاً بالله، فيكون جزاؤها يوم القيامة من صنف العمل. فنسأل الله تعالى أن يقي بناتنا من الكبر، وأن يقي المسلمين من هذا المرض العضال، وصلى الله على الحبيب محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.